بعد أشهر من الجمود وتعثر الجهود الأممية في تحقيق أي تقدم على مسار المفاوضات اليمنية، تأتي زيارة ولد الشيخ الأخيرة إلى العاصمة صنعاء في ظل أجواء غير مشجعة. فور وصوله صنعاء قُبل ولد الشيخ بهجوم من قبل محتجين دفعت بهم ميليشيا الحوثي لاستقباله عقب خروجه من المطار، بالتزامن مع تصريحات من قبل مسؤولين في جماعة الحوثي ترفض اللقاء به بتهمة انحيازه للحكومة الشرعية. التي جئت من أجله هو أن نتجنب بكل الطرق أن تكون هناك عملية عسكرية على الحديدة، أنتم تعلمون. ولد الشيخ قال في مؤتمر صحفي فور وصوله صنعاء أنه جاء من أجل ثلاث قضايا: أولها تجنب حدوث عملية عسكرية في الحديدة أملا أن توصله هذه النقطة إلى هدنة خلال شهر رمضان، ومن ثم العودة لطاولة المفاوضات كقضية ثانية. أما القضية الثالثة التي سيركز عليها في زيارته فهي القضية الاقتصادية، والتي تتعلق برواتب موظفي الدولة المتوقفة وأزمة البنك المركزي. في صنعاء كان موقف حليفي الانقلاب من زيارة ولد الشيخ مضطربا، ففي حين كان الرئيس المخلوع وجناحه قد رحبوا بالزيارة فإن الحوثيين يبدون منقسمين تجاهها. رئيس المجلس السياسي المشكل من حليفي الانقلاب أكد أن قرار اللقاء بولد الشيخ والتباحث معه شأن تبت به الحكومة التابعة لهم، في حين كان رئيس اللجنة الثورية التي تمثل الحوثيين فقط والمتحدث باسم الجماعة يرفضان اللقاء بولد الشيخ والتباحث معه قبل تسليم الرواتب. في حين يحتدم الجدل حول مهمة إيقاف معركة الحديدة، تختار الميليشيا الاتجاه نحو ابتزاز الموقف الدولي وولد الشيخ من خلال الحديث عن الرواتب التي تقف هي خلف هذه الأزمة بعد رفضها توريد إيرادات المحافظات التي لا تزال تحت سيطرتها، مع امتناعها عن تسليم رواتب الموظفين فيها بحجة نقل البنك المركزي من تحت سيطرتها قبل أشهر.